باتريسيا سفير ناشطة بيئية. طب سبيان، أنا ناشط مع عندي أخت على عدة مشاريع، من مشروع اللي هلأ نشتغل عليه واللي أخذ أكثر وقتنا هو تأسيس هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني. وعلى حميدان عندي أكت. تعرفت على اندي اكت من 4 سنين. تعرفت على الفريق الرائع من النشطاء الاقوياء والاحرار. تعرفت على اندي اكت من بركي 5 سنين، كان بعز الحمله للكوب كوب 15 بكوبنهاغن، وكان عم نشتغل على توعيه المجتمع المدني على موضوع البيئه والتغير المناخي. دور عندي بالمجتمع اللبناني اللي مبلش هو جدا اساسي، لانه وعي المجتمع اللبناني على عده كامبينز ما كانت خاطره ببالهم، منها مثلا موضوع تغيير المناخ اللي هو حديث كان جديد على لبنان وعلى المجتمع اللبناني. ما كانت الدوله اللبنانيه حتى مشاركه بهذا الديبيت العالمي، ولكن عندي كانت من الجمعيات القليله اللي كانت ناشطة بهالموضوع وعندها خبرات بهالموضوع، قدرت قدمت كثير يعني مكاسب للدولة اللبنانية حتى للمجتمع اللبناني، انه وعدتهم وقدروا يعملوا نتائج بهالموضوع. على صعيد ريجنال كمان المميز بعندي أكت غير عن الجمعيات اللبنانية اللي بنعرفها، انه عندها ريتش برات لبنان on a regional level on an international level، وبالاخص موضوع الكلايمت تشينج صارت في يعني احد مؤسسين عندي عم بيلعب دور على انترناشونال ليفل موضوع الكلايمت تشينج، اللي هو طبعا فخر يعني لعندي. بلشت بلبنان ب3 اشخاص، وهلا صار عندها مكاتب ومسجله بعدد دول، عندها ناشطين بالعالم العربي باوروبا بغير بلدان اخرى، صار عندها قدرة تغير كثير من القوانين والتشريعات والسياسات والمشاريع المضرة، بس بعد هيدا جزء نقطة بالبحر. بعد المجتمع المدني العربي من بعد الثورات صار في باب، فتح الباب بشكل كثير كبير، وفي كثير ناشطين جداد عم يطلعوا بكثير دول عربية ما كان فيها نشاط، هول كلهم بحاجة لمساعدة تدريب وتقوية، وعندي عندها يعني المؤهلات لتقدر تساعد هالثوار جدد يقدروا يغيروا بلدهم على اللي بدهم يوصلوا له. اللي لفت لي نظري بانتي اكت هو هالحماس الموجود والمتابعه الشيء على الاخر، ومن هون كان كثير عندي شغف اني اتعرف عليهم اكثر، وفتنا بمشاريع كثير مع بعض خاصه بالتحالف نحو صفر النفايات وهيئه المجتمع المدني يلي خلقناها مش من زمان كثير. هلا انا تعلمت من خلال عملي باندي اكت، تعلمت العمل بشغف وتفاني ومحبه وانفتاح، تعلمت المثابره والاستمراريه، تعلمت كيف بيكون الإصرار من أجل تحقيق الأهداف بالوقت المناسب وبالفعالية المناسبة. تعلمت أن الصعوبات ممكن تجاوزها، وتعلمت أنه النجاح ممكن لما نعطيه شروط تحققه. أنا من التدخين من أهم القوانين اللي كانت عم تنطرح مؤخرا بالمجلس النيابي، انشغل عليه مع عدة جمعيات، وكان في لاندي اكت وللجمعيات الاخرى دور كثير مهم بصياغه هذا القانون ليوصل للطريقه اللي وصل فيها وقرر فيها بالمجلس النيابي. تم طبعا كمان توعيه الشعب اللبناني على اهميه هذا القانون، وليش هذا القانون بحط لبنان بموقع متقدم بتطبيق السياسات الصحيه. ما في شك انه انتي اكت عندها بصمه كثير كبيره بلبنان، خاصه بموضوع تغير المناخ ومكافحه اسباب تغير المناخ اللي هي الاساسيه. من المنظمات الدوليه اللي انتي اكت لعبت دور قيادي هي الشبكه الدوليه حول تغير المناخ كلايمت اكشن نتورك انترناشونال، وقدرت انتي اكت يعني تفرجي قوه انه على الصعيد الدولي قد ايه فعالة. منشان هيك انا كاحد المؤسسين لاندي اكت
قدرت اوصل لصير مدير الدوله لهالشبكه، كانت تشتغل لتغير سياسات تغير المناخ حول العالم. عندنا 20 مكتب حول العالم نحاول نغير سياسات باوروبا، الصين، امريكا، بكل الدول. وما بعتقد كنت قدر توصل لهالمركز انا لو ما كنت بدي نحتل مركز عضو في الهيئة القيادية في ستيرين كوميتي للآيبن، وأيضا في التحالف الدولي من أجل صفر زئبق في الزيرو ميركوري ووركينج جروب. نحن أيضا في الهيئة الاستشارية والكوردينيشن كوميتي والتنسيقية لهذا التحالف من المنظمات غير الحكومية، ومنتابع كل الأنشطة المتعلقة بالإدارة الكيماوية، بالإدارة العالمية للكيماويات وللسلام الكيميائي، ومنتابع المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع. هذه تجربتي مع اندي أكت، اللي بشعر بارتياح كتير كبير وبسعادة كتير كبيرة ان يكون واحد من عائلة اندي أكت. ما رح أقول هابي بيرثدي لاندي أكت، لأنه ما هدفنا نعيد سنين، هدفنا نحل مشاكل، وكل ما يكون عدد سنين أقل معناتها عم نحل مشاكل اسرع. فان شاء الله يكون حياتي قصير اندي اكت، يعني يكون حلينا كل مشاكل ما نشتغل. هابي بيرثدي اندي اكت. واكيد بقول لهم هابي بيرثدي وعقبال ان شاء الله 10 و15 سنه، بس اكيد مش مبنيه على مشاكل الناس، بالعكس هي تطور وتنميه مجتمعات تكون مسؤوله اكثر. هابي 6th anniversary birthday lovely اندي اكت.